التقدير والتهنئة لما كان له الحظ الأوفر في الفوز وحظ أوفر إن شاء الله المرة القادمة لبدل من خليفة الحظ هذه المرة. نظرا للجنة استلمت اللجان من الساعة 7 صباحا يوم الجمعة 9/11 استمرت عملية التصويت حتى الساعة 8 مساء من نفس اليوم، وقامت عملية الفرز وتجميع الأصوات حتى يوم صباح يوم الساعة الأولى من صباح يوم السبت 11/11. فطبعا اللجنة تعرضت لكثير من الضغوط والإجهاد والمشاكل خلال اليومين دول، فسقط سهوا اثناء اعلان النتيجه الاستاذ الفائز المرشح الفائز سيد محمد عبد الواحد مدينه، وده اللي هنطلعه النهارده في خلال اعلان النتيجه. يعني تم ان هو كان خطا في المادي تداركناه فور اعلان النتيجه، بس للاسف الناس كانت كلها مشيت، فده هنعلنه النهارده.